مظاهرة من جامع الصحابة في الميدان 23/4/2012 بعد صلاة الفجر. يا الله احمي حمص يا الله يا الله عجل نصرك يا الله يا الله عجل نصرك يا الله يا الله احمي السجن يا الله لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله لبيك يا بشار صبرك صبرك يا بشار صبرك صبرك يا بشار صبرك صبرك بالزبالة عم نحفر أبرق بالحق بدي وبدنا الوطن قليل بالحق بدي قائدنا للآباد سيدنا محمد.